تروح وترجع بالسلامة يا هشام، شدها لك وارجع لنا بسرعة. أنا أحرص على العودة منكم يا أبو مصعب. ونحن في انتظارك، بس أنا مستنيك عشان يوصلك عطاي، وأنت عارف هناك هتعمل إيه. أنت مالي إيدك من اللي اسمه غسان؟ أنا شايفه مش ملتزم. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخ هشام كان بيتعامل مع اليهود. غسان ليس مننا، ولكن مصلحته معنا. مصلحته ازاي هو ما بياخدش فلوس قدام اللي بيعمله؟ دي ضريبة الأعمال الأخرى. ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا نحن المجاهدين في هذه الأرض دي بخيرات كثيرة جدا، بترول في مناطق خاضعة لتنظيم الدولة، وزيتون وزيت زيتون في المصافي. احنا بنبيع الحاجات دي كلها عن طريق الأتراك. طبعا هم ما ينفعش يدخلوها بشكل رسمي داخل تركيا. هيعملوا ايه بقى؟ هيسلموها على مرأة او مسمع امام العالم. قصدك يعني ان غسان وغيره كتير محتاجيننا زي ما احنا محتاجين لهم، فخيانته غير وارده، محدش هيقطع رزقه بنفسه. طيب والاتراك؟ نفس الوضع مع الاتراك. اردوغان رجل ذو توجه اسلامي صريح. توجه اسلامي ازاي؟ ده حتى هو بعد 10 سنين لسه بيرخص الدعاره والقمار. الراجل ادرى بظروفه يا هشام، ما تنساش ان هو بيساندنا. ولولا اردوغان لا انت ولا انا كنا هنبقى هنا. مش عارف، انا بصراحه شايفه واخد اكتر من حقه وما يستحقش اللي بيتقال عليه. ده بيقولوا عليه ان هو هيبقى خليفه المسلمين. وانا مثلك تماما، لا ارى ذلك. لكن هو اللي قدامنا دلوقتي، هو اللي في ايدينا، يبقى لازم نبقى معاه لحد ما يظهر الخليفه الذي سوف يوحد كلمه المسلمين على كلمه لا اله الا الله. وانا متاكد انك هيكون لك دور عظيم في هذه المنظومه. الله المستعان. سبحانه. مع السلامه بطل. سهل. بقول لك يا استاذ اسماعيل، انا لا ليا في تمرد ولا في غيره، انا راجل ورايا هم ما يتلم. ما هو عشان الهم ده ينزح عنك وعن البلد كلها لازم تمضي على الورقه دي يا سعد يا اخي، عشان نخلص من شويه النصابين دول. انتوا النصابين دول قلت لك دي اول مره وصدقت، ومبارك مش وما حصلش حاجة، رجعت وقلت لك ديه تاني، ومشيت بتوع الجيش وبرضه مش حاجة حصلت. هو أنا لعبة في يدك إياك أنت وهم؟ أنت مش بعد مثل سرك ساعة الانتخابات قلت لي انتخب مرسي؟ غلط، وكلنا بنغلطوا يا سعد، وأديني بقول لك تعال نصلحها. ها؟ لا يا شيخ، وأنا شوف شغف في يدك إياك أنت وهم ولا إيه؟ بقول لك يا إسماعيل، الورقة اللي عايزنا نمضيها دي هترجع لي أرضي وأرض أبوي من الحاج سالم ظلم وافتراء؟ أكيد.